صباح الخير من طنجة، يوم كل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019. ليلة كاملة تقريبا ديال المطر، بعد ما تأخرت الشتاء تحدث عن مدينة طنجة بخصوص هي تقريبا شهر 11 12 1 2 3 إلى غير 3 ما طاحتش إلا حتى هاد 18 في الشهر واليوم. طنجة باش خايبة بزاف، بخصوص اللي ما عندوش ترانسبور، ما عندوش باش يمشي مثلا المدرسة إلا كانت بعيدة للخدمة. هاد ملي كتكون هاد الساعة ديال الشتا كيتحبس الإنسان بزاف. بالنسبة للعمال كاين ترانسبور ديالهم، ولكن إلا تعطل شوية راه مشى، راه هنا عاد كنفس. دابا الثامنة ونصف بتوقيت المحلي، هي السابعة ونصف بتوقيت غرينتش. كان دائما كنهربوا من هذا الجانب ديال اليمين اللي قريب يكون دائما هو ديال الشتاء وفيه بعض الحفر. الحمد لله على التساقطات هذه الحقيقة. هذا العام كاين جلبانة ناقصة، إباون ناقصين بزاف، وما كاينينش بخصوص في مناطق الفلاحة اللي كيعتمدوا على الماء ديال المطر.
معك بسقوط مطرية حال هذه كتلقى بعض الحوادث في الرامبونات ولا في الطرق، خذ نفس الاحتياط ديالو. الحوادث غالبية الحوادث في هذه الساعة اللي هي كتسبب في عدم وضوح الرؤية، ما بسبب الضرب ديال الزجاج، غالبا بسبب الضرب ديال الزجاج. أما الانزلاق ما كيكونش في هذه الساعة اللي كتكون الشتاء قوية. الفيديو تاع عنوانه مخصص لأحوال الطقس، اللي كان صور انطلاقا من جنايا من المنطقة الحرة إلى الرامبوان شركة حليب، غير التعريف بالمكان اللي كنتواجدو فيه حاليا، وحي بن ديبان. إذا الشريعة ديال مولاي علي الشريف، الشريعة ديال بن ديبان حمصرة، اللي كان واد اللي كان فرنسا كطل فيه الشتاء آخر فيضا، كان داز وقيلا سنة 2014 تقريبا. فيضا حنا كنقولو غير الواد عادي، كيحق يكون المنطقة تقريبا منطقة من الشريع للشريع، وهاد الساحة هادي كاملة كتكون مغطية. راه كاين بعض الفيديوهات تحت عنوان فيضانات بني مكادا أو فيضانات طنجة على ما أظن. هاد الجهة حانية، و تقريبا كيجي من شارع بن ديبان و جراري أرض الدولة ومناطق أخرى اللي كتشارع. هذا هو الأولاني كيبدا كيكون عامر طرف تمطر. إذا حالة المدينة حالة شوية أو حالة الطقس في هذا اليوم. والسلام عليكم. إذن كنتواجدو في دار تونسي في شارع ديال حمود دراوة. المنطقة هذه كانت كتعيش الفيضان
على طول السنه، يعني كيمشي الفيضان كيبقى التراب هنايا بخصوص هاد الحي اللي على اليمين، هو سنه كامله الإصلاحات الشاملة في مدينة طنجة ما يتعلق بالودان ديال البحر، كانت هاد المنطقة مازال كتعيش لبيس. إذن أجدد التحية إلى لقاء آخر.